حصلت امبارح مهمة جدا. امبارح كان في مجموعة من القرارات والإجراءات أعلن عنها مجلس الوزراء. أول القرارات دي كان الإعلان عن بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال. ده هيكون في الفترة من 19 ل 22 ديسمبر الجاري. طبعا التطعيم ضد شلل الأطفال دي حاجة ضرورية جدا علشان ولادنا يطلعوا متحصنين، ما يتعرضوش لهذا المرض. أيضا كان في قرارات مهمة أيضا أكد عليها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين امبارح. القرار هو رفع درجات الاستعداد القصوى، ده ليه؟ تحسبا للتقلبات الجوية. احنا داخلين على موسم أمطار غزيرة، فلازم نبقى عاملين حسابنا. ده مع اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتفعيل عمل غرف الأزمات، ده لجانب التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية والجهات المعنية الأخرى. أيضا التأكيد بصفة دائمة من إيه؟ من تطهير مخرات السيول، مصارف الأمطار، ونبقى مطمئنين لتوافر المعدات اللازمة عشان نتعامل مع أي تراكم للأمطار. رشا، كنا دايما بنتكلم انه الحمد لله يعني اصبح عندنا حكومه استباقيه، ما بتستناش العرض اما يبتدي بقى يظهر قوي ونبتدي نتعامل معاه. ابتدينا ان احنا يعني ناخد الاجراءات بدري لتجنب اي يعني مخاطر، وتجنبها طبعا او للحفاظ على المواطنين. عايز اقول لحضراتكم انه رئيس الوزراء اكد كمان ضروره تكثيف الجولات التفقديه للتاكد من توافر الخدمات المختلفه بالمحافظات وتوافر السلع الغذائيه، وكمان الاطمئنان على جاهزيه حاله المستشفيات وتوافر الادويه والمستلزمات الطبيه بداخل المستشفيات، وكمان اكد على ضروره بذل اقصى الجهود والتنسيق مع القيادات الشعبيه علشان نشجع المواطنين على تلقي اللقاحات المضاده لفيروس كورونا. وبنأكد عليها أكتر من مرة، كلنا شفنا قد إيه الدولة وفرت ملايين الجرعات الخاصة باللقاحات، فأصبح الموضوع متاح في كل المحافظات، ما عندكش مشكلة الوصول للقاح، وهو ده ما يستلزم إلى اهتمام كبير من جانب المحافظات اللي خلينا نقول يعني ما عندهاش معدلات اللي احنا كنا نأمل إن هي تبقى عندها، ما عندهاش معدلات اللي هي ترقى للمستوى المأمول في تلقي التطعيمات، وبإذن الفترة اللي جاية يوصلوا للمرحله دي ان شاء الله. يعني ده احنا دلوقتي ابتدينا نتكلم، انا واحده من الناس بفكر بقى في الجرعه المعززه، الجرعه الثالثه، البوستر. البوستر زي ما بيقولوا يعني. يعني ده في ناس بقى ابتدت يعني بتاخد الجرعه الثالثه خلاص يعني. خلاص، اصل هو اصبح اجراء تكميلي، الكورونا مش ماشيه بكره، فاحنا لازم نفضل احنا يعني مواكبين معاها، قاعده معانا شويه. قاعده معانا شويه، لازم نعيش معاها بقى، بس يعني نعيش معاها صح كده.